هذا اللايف الثالث متاعنا بالنسبه لليوم. حوارنا الثاني والاخير باش يكون على السينما، على ايام قرطاج السينمائيه، على اصلاح القطاع السينمائي، على الهيئه المشتركه لاصلاح القطاع السينمائي في علاقه مع وزاره الثقافه. ضيفنا هو السي محمد علي بن حمر اللي هو منتج سينمائي وعضو مؤسس للهيئه المشتركه لاصلاح القطاع السينمائي. مرحبا بك سي محمد علي. فواش مشاكل وبرشا حكايات، تما برشا نعرفش ضغوطات، برشا كلام باش نحكيو بشويه بشويه، باش نحاولوا نفسروا للناس شنو اللي قاعد صاير فيما يتعلق بهالهيئه المشتركه. اول حاجه نطلب منك انك تعرف لنا شنو هي هالهيئه المشتركه اللي انت ساهمت في تاسيسها. هيئه مشتركه لاصلاح القطاع السينمائي. هو تونا عندي مده تقريبا قريب 3-4 سنين فما مشاكل كبيره في القوانين والنصوص. وقت مركز الوطني للسينما والصورة تأسس في سنة 2011 بالمصر 86، عام 2012 خرج دوكري دابليكاسيون اللي هو نقولوا احنا الأمر اللي يخص التسهيل المالي والإداري، دونك أسس كونكريتمون بقى النصوص القانونية الكل تنظم القطاع والميادين تاع التدخل، نقولوا احنا تصرف الإشراف، النصوص كلها قديمة ترجع بالنظر للوزارة. دوكو إذا كان نحبوا المركز يقوم بالمهام تاعو لازم نوفروا النصوص القانونيه الملائمه باش ينجم يقوم بالمهام. اللي هو السينسي اللي هو المركز الوطني للسينما والصوره. دونك المركز الوطني للسينما والصوره المفروض عنده دوز اورغان، عنده مجلس المؤسسه وعنده مجلس التوجه الاستراتيجيه، كما اي ابناء عندها ديما الكونسي تاعو وعندها كونسي يقولوا عنده رونتاسيون ولا دونك الشوا انه يتعمل ابناء. كان فما دياغنوستيك تعمل من 2019 وحتى يذولي قبل، اما سورتو في 2019 كان فما فراغ كبير صار في الحمامات وقتها برعايه الوزير السابق سي رؤوف الباسطي، وكان سي فريد بوغدير وقتها رئيس، وسي نجيب عايد الله يرحمه مقرر 2009 ولا 2019؟ 2009 رؤوف الباسطي كان وزير مش 2019. 2009 جوستومون كانت المطلبيه نتاع الناس اللي تعمل المركز هذايا، كي تعمل المركز على اساس انه كيما نقولوا احنا يولي عندنا امكانيات اخرى في القطاع ما عادش نعملوا كان على الميزانيه نتاع الدوله معناتها. دونك مثلا يتولي عندنا تاكس سبيسيال اديسيونيل اللي هي تنجم تسمح لك انك تو ابليك تاكس مثلا على سكريبت تدخل السينما، والا مثلا لي فورنيسور الانترنت زوبريتور تليفونيك تاكس دوانيير، فهمت؟ هذوما الكل يمشيوا الكاسه اللي هي تقعد في الاجتماع على خاطر البناء عندها نوعا ما استقلاليه ماليه، دونك ياخذوا الفلوس زاده في التيتر دو تاعها، ما فماش الاشكال نتاع نقولوا احنا ميزانيه عامه، عندها ميزانيه خاصه بها. هذا سينسي الهيئه المشتركه لاصلاح القطاع السينمائي. مربوط ببعض. مربوط ببعض، باش تحكي لي عليها هي خاصه نسالك عليها. دونك شوف البروسيس اللي صار من 2009 بدينا نفكروا، 2011 تعمل الوحده، 2012 دوكي دابليكاسيون، دونك نحن تو براتيكمون 10 سنين 11 سنين هكا. تصورش لي حتى توا المركز مازال ما خداش المهام تاعو، جاو برشا مديرين عامين، المركز قعد لاهي بشوية بشوية، ها مرة مهرجانات ينظم فيهم هو، يتلهى بالتسيير المالي والإداري تاع المهرجانات، مثلا مهرجان منارات، مثلا أيام قطر السينمائية. وهذا دوره؟ هذا موجود مذكور ولاية خاطر المرسوم عطاه ولاية عامة على السينما، وكأنه نقل حرفي كل المهام التي كانت موكولة لوزارة صرف الإشراف، عطاها للمركز. هذايا غلط. علاش؟ خاطر المركز الدور نتاعه هو يطور وينمي الصناعة السينمائية، دونك لاسبي اندوستري، نحب يخلق ايكونومي دو مارشي، اللي هو مش موجودة في بلادنا اليوم. دونك شنو يعمل؟ أولا نو سيمون يجيب لي فينونسمون بور لا برودكسيون، مي يخلق حلقة أخرى للتوزيع اللي هي ناقصة في تونس. تونس تعمل فيلم، بعد لازم تلوج كيفاش توزعه، ما عندكش ان سيستيم واضح. لي سال تاع السينما ماهوش مربوطين بسيستيم تاع بيتري اونيك، ما تعرفش ريالمون اسكو الفيلم التونسي يدخل فلوس ولا لا، اسكو الفيلم الاجنبي انا هو النوع تاع الفيلم الاجنبي يدخل فلوس، انا هو النوع الفيلم التونسي يدخل اكثر فلوس، دونك ما عندكش ستاتيستيك باش تفهم الساعه نوعيه الاستثمار اللي ممكن يصير في بلاد كيما بلادنا. من بعد القاعده تاع السينما قاعده تسكر، وفما دي ملتيبلكس قاعدين يحلوا. وطريقة الدولة للتشجيع في الاستثمار على الانفراستركتور تاع السينما عمرها ما كانت واضحة. مثلا ما لقاوش فوند دو غارونتي كيما برا، رو موجود فوند غارونتي مش تاع بلادنا مشاركة فيه بجيك، فوند دو غارونتي لاندستري كولتورال فوند فرانكوفون. دونك الدولة ما عملت شيء ريالمون باش تشجع لو سيستيم يرجع تاع لي سال،
خدمتهاش تاع المانجرز اللي كان ما عندكش لسان، حتى كان تجيب برشا فلوس للانتاج. دونك لازم تخلق ان سيستيم ديكسبلوطاسيون ناسيونال. دونك باش تشجع سيستيم ديكسبلوطاسيون ناسيونال لازم السي ان سي يعمل بوكو دو بوليتيك بوبليك. باركونتر ما عندناش احنا قانون يفسر ولا شنو علاقه شنو علاقه الموزع وعلاقه الاكسبلوطون، علاقه الموزع مستغل القاعات بالسي ان سي. دونك نيكست تكست ما عندناش تكست على البيتري يونيك كومون اوبليجي لي سال نكونوا مربوطين بالسيستم ويعطوا لي دوني هذوك. ما عندناش ان تكست جوريديك اللي يخولنا نقطعوا نسبه من التذكره هذيك نتاع السينما باش تقعد في الكاسه باش تعاود تمول. دونك قاعده طريقه التمويل ولا التشجيع على الانتاج مربوطه بالامر 717 نتاع عام 2001 اللي هو معناتها كلا عليه الدهر وشرب وكذا، وزيد هو بيدو تعمل على اساس يكون مرحله وقتيه القانون تاع عام 80 تاع صندوق التنميه الاجتماعيه. دونك قعدنا ديما في الوقت ديكو حبينا نبدلوا القانون تاع، وكان ديما هذاك نتلم باش نبدلوا القانون تاع ودور قدمناه ديرنيرمون لو 3 افريل في النسخه الجديده نتاعو ك بريمير ريزولتا تاع الهيئه المشتركه هذه. بار كونتر فما برشا قوانين جي 25 نوع تاع قانون وتوصيه لازم تتعمل. الفرق كو الهيئات اللي صاروا قبل ما كانش فيهم الاداره، الاداره كانت حاضره اما كانوا يخلوا لي بروفيسيونيل يكتبوا لي رابور تاعهم وما كانش يشاركون برشا في صياغه القوانين. دونك انت تكتب شتحب ما تجيش القانون ما تبدلش تحب. الفكره انه جيت لوزاره الثقافه قلت لها مدام فيك احنا عندنا برشا اشكاليات، انت قلت عندك ناس صادقه في الاصلاح تاعها فكر نعملوا لجنه شركيه مشتركه استشاريه مشتركه. عملنا يوم دراسي لو 25 نوفمبر جو في برشا ناس بيان سور صاروا برشا مشاورات قبل وخرجنا لازمنا نتفاهم نلقاو حل ما بين بعضنا. دونك علاش ما نعملوش هيئه استشاريه تقعد كل مره وانت تدرس الموضوع باش تمشي تعمل صياغه تاع قانون باش تولي اللجنه هي تصيغ القوانين وتقدمها ديريكتومون للوزاره، وهذا بالاشتراك مع لي سيرفيس نتاع الوزاره. معناتها اللجنه فيها مهنيين دي ريسبونسابل نتاع الاداره، مديرين عامين الزوز المسؤولين عن قطاع السينما، مدير المركز ومدير عام الفنون التضحيه وكذا. وبالتالي اللجنه هذه تخدم مع بعضها وتتفاهم مره في الجمعه تتقابل تخدم على قوانين حتى نوصل نكملوا. الوزير عطانا ثلاث شهور على اساس قابل للتجديد وكذا. من نوفمبر اللي فات؟ من 19 جانفي. من جانفي. من جانفي. دونك خذيت وقت كبير. احنا توصلنا 14 تقريبا. فوالا فهمتي. دونك بدينا على اساس انه عندنا برنامج واضح مشروع واضح فيه كيما قلت لك 25 نقطه. المفروض نبداو بالتنقيح حتى 85. ما تنجمش تعاود تهيكل القطاع كان باش تخلي السي ان سي تلاقي كل شيء. دونك لازم تحدد المهام نتاعو. من بين الحاجات تحديد المهام انك تفصل ولا تتفق بينك وبين نفسك كسلطه اشراف تاخذ قرار تقول تيان اسكو السي ان سي دوره هو تنميه وتطوير الصناعه ولا باش يقعد لها زاده بالثقافه السينمائيه. مش عيبه. مهرجانات مهرجانات وفورماسيون ومش فورماسيون بروفيسيونيل تاع منجين وبروجي، فورماسيون حتى نتاع الاماتور واللي كان صاير توا معناتها في البلاد. دوكو والسينماتيك خصيمات فهم بلاد في العالم اللي تحترم نفسها عندها سينماتيك صاير فيها صوت بشعر. السينماتيك يا تكون فونداسيون يا تكون في شكل ميزي ناسيونال سينما حاجه كيما هكا. ما تنجمش تكون تابع صوت بشعر تعمل بها ديزاكتيفيتي نتاع سيني كلوب ولا نتاع تنشيط ثقافي وسينما. السينماتيك في تونس تخدم بطريقة غريبة، تخدم تحت السلطة نتاع الإدارة، وهذا ما يعطيش استقلالية ومش في خلايا تتطور، وباش يلهي الإدارة نتاع السي إن سي، في عوض تخدم على حاجات أخرى تقعد لها بالسينماتيك. باهي، عملتوا هالهيئة المشتركة مالك. دونك اتفقنا باش ننقحوا المرسوم 86. أول استناني عاد شوي. أول ما اجتمعنا، أنا 27 جا في الجلسة الأولى، جات الوزيرة، حضرت الاجتماع الأول، رمونا كلمة إجا نبدلوا نشوفوا الأولويات. برشا هذوما يقولنا كله اولويات. ما هي مجله تاع الصناعه قديمه من عام 67 ولا 68 زمن كل شيء مسو. دونك قالوا بون ناخذ نبداو نشوفوا بالحاجات الاهم للسينياست. السيد المدير العام كان عنده احراج باش يجي يحكي على تحديد المهام، يحب ياخذ كل شيء هو. والمشكله كل مدير عام يجي يحب ياخذ كل شيء هو وما يعمل حتى شيء في الاخر، ما دخل حتى دينار للكاس. وهذا قالوه معناتها الناس اللي جات ثبتت وعملت الاكسبرتيز نتاعها، اسكو البناء مازال يصلح ولا لازم نحيوه. دونك اذا كان احنا باش نواصلوا بالطريقه اللي حب عليها السيد المدير العام واللي مالوريزمون مشينا فيها هذيك، باش نقعدوا هكا ما نعملش في حد شيء وهكا وصار اللي صار اللي هو شنو؟ اجي نبداو قانون الدعم، عملنا قانون الدعم.
انشدوا مارس 85 صلحوه، ومن بعد كانوا ميلدوز اللي نظم التسهيل المالي والاداري وكيفاش يصير التشاور، واللي عندنا فتحنا عندنا كونسيل دورونتاسيون استراتيجيك اللي هو لورغان دو ريفليكسيون بيرمانون في السينس، اللي هو حط لي استراتيجيك لي بوليتيك بوبليك للسينما، هو يقرر معناتها البناء تعملنا على اساس الناس اللي يخدموا في السيكتور هم اللي قرروا شنو لازم يتعمل باش نطوروا السينما، مش الدوله، الدوله تحاسب بالاهداف. دونك فما دي زوبجيكتيف فيكسيون في الاستراتيجي تاعك. سوف كو الكونسي هذا يحكم فيه المدير العام حسب ما يقول القانون. ما عندوش رئيس مثلا. احنا دخلنا ياسر في تفاصيل سي محمد، الناس باش تدي وانا بدي باش نبيع معاهم. المهم انه فما برشا حاجات ماهمش منسجمين مع بعضهم في مجموعه القوانين اللي تصير، في مجموعه مش القوانين بركه، ما حتى في مجموعه المؤسسات اللي موجوده اللي سينسي واحد منهم. لا هو سينماتيك جبت الوزاره، هما مش مؤسسات، هما تحت ال هما الكل تحت السينسي، ودي المشكله. دونك انت تعمل حاجه جديده للاصلاح، حبيتوا تخدموا على نوع من اللامركزيه، لا ديسنتراليزاسيون، اخراج بعض كيفاش نقول الاختصاصات من تحت السينسي من عند السينسي. ما عندش علاقه اللامركزيه، بالعكس هو اسمه مركز، دونك سي بالعكس سنتراليز. اي ما انت قاعد تقول لي المركز يحب يعمل كل شيء، فما حاجات ربما هو شنو المركز؟ هو متلخص في مدير عام ولا عنده مؤسسات؟ بالطبيعه هي مؤسسات. هذه المشكله تاعو. دونك اي لا لا مش نحكيو على الاشخاص، نحكيو في الهيكله. انا كنا نحكيو على انت خاطر ما قريتش المشروع، اما احنا كنا نحكيو على اعاده هيكله تاع المركز الوطني للسينما. علاش خاطر فما مرسوم وشيء موجود، خاطر فما دياغنوستيك اللي ما عمل شيء لبنان بالاهداف نتاعو، يدخل فلوس ما دخلش، ما عاودش وزع على فهمت. دوكو اذا كان احنا نحبوا نحكيو على اعاده هيكله لازمنا نبدلوا دي تكست. دي تكست بيان بليس، ما اختلفتوا عليها نقطه، احنا لا ما اختلفناش عليها، احنا جاوا عباد من الاداره قالوا الاولويه لكي تشارج، الاولويه للقانون الدعم، الاولويه درا شنو، الاولويه درا شنو، دوك ولاو بيلون دريسي نوتر ليست. متفقين داكوردو، هذا ينقلبلو. ومن بعد توا اللجنه انا اللي ساهمت باش اسستها اقنعت الوزيره، ومن بعد ركزت بالاساس معناها ركزتها سميت الاعضاء. اي لا انا باش نهبط حاجه مش انا هذه. اي انت قلت ما عندناش حق، قلت انت برشا تفاصيل خاطر لا لا مش ما قلتش ما عندناش حق، معناتها ما نغرقوش في تفاصيل، نعطيو الفكره الاساسيه. اي لان كنت نعطي فيه هذاك هو الحل باش تتصلح الامور. الكونسيل دونتاسيون ستراتيجي هو هذيك المشكله. انا حبيت نفهم وين نقطه الخلاف. نقطه الخلاف شكون يقرر باش تولي اندستري، الحاكم ولا العباد اللي تخدم في السكتور؟ اتفقنا. هذا المشكله الكبيره اللي نقول اليوم، كان فماش طريقه تاع التشاركيه، راه عمره ما نجم يكون سي ان سي في العالم الكل، السي ان سي راهو يتعمل بطريقه تشاركيه. علاش ما وصلتوش في الخدمه على المساله هذه؟ على خاطر فما هيمنه تاع اداره عامه، وزير عام يهيمن، ووزير عنده دوبل ديسكور، فما ازدواجيه في الخطاب. دونك فيليك انكم اختلفتوا في وسط الهيئه. ما اختلفناش، راه صار انقلاب ما نبقاش عرفت فيه، انا ما في باليش احنا اختلفنا. انا تفاجات، انا قاعد في الدار نلقى باش تعمل. فهمتني؟ دونك كان تحب نفسر لك خليني نفسر لك. 19 جانفي ما قلنا تعملت الهيئه، قبلها بثلاث ايام الوزيره عملت بي في صحته. هي بين الاداره العامه اللي قلنا عليها تاع فنون الركحيه والسمعيه البصريه والسيد المدير العام الجديد تاع المركز. شو يقولوا فيها؟ سلموا المهام الكل، يكونبري تسليم الكارت بروفيسيونيل، تو انت ما عندكش الميكانيزم باش تسلم لي كارت بروفيسيونيل، تاخذ لي كارت بروفيسيونيل، ما عندكش باش تنجم تعمل الارشيف، تاخذ ميسيون تاع الارشيف، ما عندكش كيفاش باش تعمل رخص التصوير ورخص الاكسبلوتاسيون نتاع الافلام اللي يخرجوا في السال، اي كومون تتسلم المهام وتصح وتقعدوا زينك باش تقوم بالمهام هذوما. وش عملنا؟ فرغنا الاداره، خلينا ما جاتش حتى نشر. وهو ما عندوش لا الكنيغرام ولا عنده ناس شيخ جوست يحب يفك لي بوفوار. هذه اللي كان الوزيره تعمل هكا ثلاث ايام قبل اللجنه. ثلاث ايام قبل ما تبدا اللجنه معناتها تولي موجوده في الدنيا. اي دونك سا با سونس انك تكمل. كي جينا نحكيو معاها لو 27 في الاجتماع تقول لي باش نعملوا باش نقحوا. بار كونت خلينا نبداو بالاولويات خاطر الناس يحبوا على 27. دونك احنا وين وصلنا؟ وصلنا كي كملنا 27 بدات تظهر الحكايه. هاو عملنا شهرين كملنا 6 ناس فرحانة، جاو 3 أفريل شافوا تكست 3 أفريل عملناها هذا اللقاء الحوار باش نقدموا للناس شنو عملنا. من بين الحاجات اللي عملناهم غير المشروع الجديد نتاع الدعم، حكينا على أيام قطاع السينما. أيام قطاع السينما أي طلب من وزارة الثقافة باش نجبد على الموضوع كاع أيام قطاع السينما أي طلب من وزارة الثقافة بالعمل نتاعكم في هالهيئة. فوالا
علينا قدام نعطيو توصيات على كل ولا نكتبوا نص قانوني على كل ما يخص السينما في تونس. دونك جبتوا اونتخ على اي مارتاج سينمائي. شنو هي المشكلة تاع المارتاج؟ فما مشكل تاع اورجانيزاسيون تنظيم تاع الدورة، وفما مشكل تاع تسيير. مشكل تاع تسيير، العرض يصير في التسيير ويصير في العملية التنظيمية. أما الأسس معروفين تاع الشارع قبل ما يتوفر عمل المهرجان. بعد الصحة كل واحد شو قديم رحمة عليه، بس كنت المهرجان يتطور وجاوا برشا مديرين وطوروا المهرجان، والمشكلة كل مدير يجي يحب يخلي لمسة تاعو قاعدة كيكا المهرجان من غير حتى رؤية من الدولة اللي هي تستثمر في الفلوس. عامة الدولة اللي تستثمر فلوس لازم يكون عندها رؤية استراتيجية علاش تعمل في الانفستيسمون وشنو باش تربح منه وشنو باش يربحوا أهل القطاع منه، خاطر هي في القطاع هذاك ما تنجم تعمل حتى شيء، لازمها ما تنجمش تكون مونوبول. لازم تخدم الناس باش الناس يرجعوا الفلوس ولا دوله اقتصاديه. دونك في الايام قرطاج شنو تنجم تربح منها الدوله وشنو يربحوا منها الهيكل؟ حتى لليوم نجم وصلنا نجم نفهم شو معناتها بالضبط الكلمه نتاع تربح منها، واش معناتها شنو تنجم تربح الدوله من الدوله؟ الدوله تستثمر في 3 ملايين دينار. هو مكسب من المكاسب نتاع تونس من 69. اما انت جبنا عندك برشا مشاكل وخلي. كل عام نعمل فئه، كنا كل عام ينبعد علينا كل عام نعمل فئه ايام قرطاج السينمائيه وهي علاش ولا كل عام؟ علاش ولا كل عام؟ علاش ولا كل عام؟ ليه باش نسال باش نجيك علاش ولا كل عام؟ علاش ولا كل عام؟ باش بعد وزير قرطاج رجعوا كل عام. اي جوستومون المشكله انه فما قرارات اعتباطيه ياخذوها الوزراء ياخذوها مديرين المهرجانات. علاش؟ خاطر ما فماش وسوس واضحه لواش نعملوا فيها يا قرطاج. اسكو لاندستري كان نحبوا نعملوها في تونس لازمها مهرجان كبير وتابيروج وما ولا لازمها مهرجان عربي افريقي مسابقات ونعملوا شويه تاع ديمونسيون انترناسيونال يفوس ما داكور ولا شكون باش يتفاهم عليه؟ هاك المجلس توجهات الاستراتيجيه اللي كنت حكيت لك عليه، خاطر هذاك المجلس المفروض يولي منتخب مش معين من النقابات وعنده رئيس ويعمل بوليتيك استراتيجية واضحه ويولي المدير العام ومجلس المؤسسه يحاول يطبقوا التوصيات نتاع المجلس هذاك ويولي هو يعمل نوع من الانشيمي بين التدخلات نتاع المركز الكل. دونك يولي فما تنسيق وتماهي هذه مش موجود اليوم. تعمل مهرجان تصرف فيه كذا وانت عندك ميدان حاجه ناقص، دونك لازم تختار. دونك انا ايش قلت؟ قلت يا جماعه ايش نعطيو راينا؟ راينا مش باش يكون قانون، احنا ما نجموش نعطيو الاستقلاليه الماليه للمهرجان، ما عندوش ستاتيو المهرجان، تابع الدوله نشاط. دونك نجمو نعطيو الاستقلالية الفنية وهذا كانت موجودة قبل. دونك إجا نفسرو للوزيرة شنو لازم تعمل أون كاو باش ترجع أيام قرطاج. دونك لازم نعطيو الحق للمدير الفني يجيب فريق فني يعملوا مشروع فني مقابلو أن بروجي تاع دوفي بروجي فينونسي، ما عادش يعملوا وحده، يعملوا مع المدير العام تاع السي إن سي، خاطر المدير العام تاع السي إن سي هو مسؤول عن التسيير المالي والإداري. مش هذا اللي قاعد يصير كل عام؟ مش هذا اللي قاعد يصير، كي انت عينك وزير انطونك مدير عام على بالك وقت السنه الجمعيه تبدل ولا مدير عام كي تعين جديد. ايوه اما مدير عام في صحه لا شيء ما عنده حتى قيمه. كونكريت ما هو الفلوس الامر بالصرف هو المركز طبيعي. هذا الطبيعي سوف كو انت كي تبدا مدير معين من الوزير انت تحس روحك عندك سلطه اعلى من سلطه المدير العام تاع المركز. ولا فما مشكل اليوم في وزارتنا انه الوزير يخمم يقول لك علاش ليه ما نحطش مدير الاداره الطول انا فاش قاعد نجيب في المدير على ايام قرطاج السينمائيه. هو في نهايه الامر هو اختيار، تحب انت اختيار فني واختيار سياسي تعين مدير ايام قرطاج السينمائيه ولا ايام ايام قرطاج الموسيقيه والا مهرجان الاغنيه. تو انت كي تجيب مثلا حاجه تجيب معز مراد هو مدير عام مسرح الوطن، راجل مسرحي متخصص يفهم ما فماش علاش بصح تعرض عليه. اما انت كي تجيب مثلا محمد الدجويني يعوض نبيه كراوي سي ان شوا بوليتيك اوسي. اما بون هو بطبيعته في مسرح مدير عام ومسرح الوطن، اما ما تنجمش تجيب ان جوريست مدير عام المركز الوطني وتحطه على راس على كل حال هذوما اختيارات يتم نقل. انا قاعده نفهم فيك لا مش هو مش حكيت ترتيب بيان سور نجم نجم ناخذ هي ما عنده سلطه ترتيبيه اما مش نجم تعطى وقت اللي يتم على مر السنوات الكل وقت اللي يتم تعيين مدير على ايام قرطاج السينمائيه كيفاش نجم تعترض انتم تقولوا لا هذا مدير مساحه احنا ما نعترضوش انا الاول كيفاش نعملوا ان سيستيم كيما كاي تشارج طريقه نتاع غوفرنونس يجي الواحد يعرف روحه كيفاش باش يخدم ويعرف روحه شنو هي طريقه التعامل وشنو الحدود نتاعو من شراء المهام نتاع السيد المدير الفني ومن شراء السيد المدير العام. هذا هو المعمول به في السنوات اللي فاتت يا مدام ما فماش عندك ورقه عندك لائحه تقول الكلام هذا ما فماش انت تجي تقول انا مدير عام حاب نجيب 100 واحد انا مثلا 100 تذكره يقول لك انا ما عنديش ميزانيه
نقول لك ليه موجود الفلوس، قولي ليه احنا برمجنا الفلوس باش تمشي لحاجه اخرى. معناها اليوم طالبين قالوا يتعمل كراس شروط جديد للبارتاج الاسيم ويتعمل زاد اوسي يتفكسوا في لي سيكسيون باش ما عادش كل واحد يجي يبدلها ونعمل سمات دافيتيك الاخر يعمل فيو درا شنو الاخر يعمل فوكيوس على شنو فهمتني يتبدل المهرجان خاطر الواحد يحب يخلي التوش نتاعو. تو الحاجه الاخرى اللي نربط بها حكايه الصناعه اذا كان الدوله تستثمر دونك لازم المهرجان يساهم نوعا ما في السياسه العامه السينما مو سياسه عموميه هي ولا هي دونك شنو لازم فما سوق تاع انتاج مشترك وهذاك يدعم نوعا ما السياسه معناتها اللي ماشيه معناتها ماشيه فيها المركز الوطني فيما يخص التنميه تاع الصناعه كيفاش فما ديزاكتيفيتي يصيروا في اطار السوق ايام قطاج للصناعه السينمائيه مثلا انا سميتها عملنا وجاب رايي طايف خذاها هو مدام سنه الشيخ وما عملوا فيها حتى شيء دونك انا عاود اقترحت الفكره تاع السوق لازم اذا كان نحبوا نرجعوا جي سي ويكون عنده فائده تحصل فائده ويجي ماذا نرجعوا شنو تقصد بالرجوع؟ لانه كان موجود السوق قبل تاريخيا عملوا سيد احمد بادين عطيه عملوا السيد عملوا تعملوا مديرين الدره كانت بشوشه كان عندها بارتي اندستري في الوقت نجيب عيط الله يرحمه كان عامل بارتي اندستري دونك الفكره شنو هو تطويرك القسم الصناعي هذاك بتل فاسون يولي يخدم المهرجان في قسم اقسام الافلام دونك يستقطب اكثر ناس ها وهي فما سياسه نوعا ما متماهيه مع التماهي معناتها مع الاستراتيجي تاع تطوير الصناعه تاع السينسي اللي قلت لك عليه نحبوا نعملوها مثلا ينجم يكون عندك ديزاكتيفيتي اكسترا فيستيفال السينسي عنده ديزاكتيفيتي دي فورماسيون يتعاملوا قبل المهرجان ويستفيد السينسي من الفورم دو كوبوليسيون كيما نجي نجيو والموازين اللي يجي وقت المهرجان باش يقدم لهم المشاريع هذوك اللي تم تطويرهم ولا لي بروديكتور لي ريزاتور اللي عندهم افلام معناتها قايده التطوير ولا قايده التصوير فهمتني دونك يستفيد يولي فما ديزاكتيفيتي اكسترا فيستيفال موجودين هذو لا مش موجودين مش موجودين اعطيني اكزومبل موجودين في برشا ورشات يتعاملوا خلال ايام المهرجان خلال السباحه حتى قبل ويتم فيهم انت لي برودكتور لي محمد علي لي برودكتور لي اندستريال باش يجيو بمناسبه المهرجان هذا جزء من السوق جزء من السوق اللي يخدم عليها تخدم عليها ايام قرطاج السينمائيه معناتها ذراع من اذرع تاع ايام قرطاج السينمائيه فمش كان المسابقات فمش كان عروض الافلام فما لقاءات اللي تصير اون اكسترا في الصباح وفي القايله ما بين هاللي تسمي فيهم انت المنتجين الكبار وشركات الانتاج الكبيره اللي تجيو والصناعيين الكبار اللي يجيو من الخارج باش جوستمون تتقدم لهم باش عندك من مقترحات من مشاريع ومن من من مواهب معناها صاعده تنجم تخلق لهم سوق نتاع الصناعه وربما زاد السوق نتاع التوزيع هذا قاعد يصير بطريقه اخرى مش بالضبط التفاصيل اللي تقول عليها انت لكن هذا موجود انا ما فهمتش شنو اللي ناقص بالضبط معناها اعطيني لو نوايو اللي ناقص غير ما في ايام قرطاج السينمائيه تحبوا تخدموا على اصلاح عملوا جيت جسي اصلاح ايام قرطاج السينمائيه عملوا ما فهميش الحكايه هذه انا جيت للافلام وروحت تفرجت على الافلام وروحت دونك ما تقوليش فهم ما فهميش في سنوات سابقه كان ممكن موجودين. ممكن اخر مره صار عام 18 كان كوبيراسيون حتى مع الاي اف تي مثلا وتعاملوا برشا كيفاش نقول لك دي سيكسيون تحلوا للنقاشات حول فتح افاق جديده للانتاج السينمائي في تونس وللصناعه السينمائيه في تونس هذا كلام تحكي فيه برشا برشا لا صار وقت شناس عتيري كنت مدير عام للمركز صاروا حاجات كيما وجات فترة قصيرة ومن بعد مشات ربما تبتروا في شطار الثاني علاش علاش لازم الجي سي سي يا مدام شوف لازم الجي سي سي لا انا معناتها الفكرة انه الجي سي 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 انفستيسمون دونك نعمل في الانفستيسمون لازم يكون مربوط بالسياسة واستراتيجية واضحة وكيفاش احنا نجموا الكلمة اللي تقول فيها هذه القطاع دونك انا شنو نقول نربط بالليزاكتيفيتي اندستري اللي يصير وقت المهرجان بشنو نعمل انا في وسط العام مع المركز الوطني للسينما خاطر انا يهمني في لي افريكان وفي لي زراب ما يهمني اكثر في التوانسه التوانسه يجوا يلقاو يعملوا عندهم في الافلام اون ديفلوبمون باش يلقاو فينونسمون يتقلبوا ما عندناش لي سورس دو فينونسمون بما فيه كيف هذه الازمه اللي كنا دونك تحلوا بالمهرجان زي ايش نسالك حاجه سي محمد علي احنا كي نقولوا سينما في تونس سينما في تونس تتلخص في ايام قرطاج السينمائيه ايام قرطاج السينمائيه انا قلت
قلت هي البارتاج مهمة ولازم احنا نستغلوا وجودها ونطوروها. إصلاح المشهد السينمائي الكل في تونس وخلق صناعة سينمائية وإحياء المجال بتاع السينما باش ما تموتش في تونس كإنتاج وكإبداع وكعجلة اقتصادية دولية. عمرها ما كانت عجلة اقتصادية في بلادنا مالوغوزمون، ماهوش مربوط بأيام قرطاج سينمائية. أيام قرطاج سينمائية مؤسسة موجودة قائمة بذاتها وقت اللي خلقوها في الستينات كان عندها فلسفة. تكون أيام قرطاج مؤسسة مديك المشكلة دي ما دي ستاتيو. أنا قاعد نقول لك ندافع عن الاستقلال الفني تاع المهرجان من الناحية خاطر الوزيرة اليوم في ديجيتال. أنت شفت الكومونيكي تاع الوزارة قداش تبدل من مرة؟ أنت تعرف شنو الخلاف اللي بينه وبين الوزيرة اليوم وعلاش طردوني؟ جوستومون خليني أنا نفسر لك على الأشكال. تحديد بيني وبينك معناتها مش واحد تحكي كل نسألك باش نفهم حاجات باش نفهم بعض التفاصيل مسج اما انت باش تاخذ فرصتك وتقول اللي تحب عليه الكل معناتها باش تجاوب الاجوبه نتاعك الكل. مي اللي حبيت نقول لك سي محمد علي انه مؤسسه بالمعنى المعنوي والفكري والفلسفي مش بمعنى استاتيو جوريديك مكتوب ولا ان كاري دي شارج ولا اون سوسيتي دو فاي ولا اي شيء. حتى تعدوا 60 سنه خلينا نعملوا هالمؤسسه خلينا نفسر لك حاجه. أي قطاج سينمائية مؤسسة قائمة بذاتها عندها فلسفتها وعندها توجهاتها وعندها أهدافها وعندها مكانتها كل واحد يدعي له وعنده فلسفته التونسي والعربي والإفريقي من عشرات السنين معروفة معناتها بينها وبين معروفة. شكون ما فهمش حاجة واضحة معروفة. أنت تقول أنا معروفة اليوم جات الوزارة قالت أنا نعرف أسس المهرجان ردت مهرجان سينما تونسية تحت في المهم القوي ما ينجمش تقول كلام في الآخر شي تقول كلام هو مهرجان السينما العربية وين أنت علاش تلزمها وزارة الثقافة عندها سلطة ترتيبية هاك وجات لي أنا قالت لي برا خويا ما حشش بيك فهمتني وها والهيئة تبعتني وباش تكون موجودة معايا ووافقتني وها باش نعملوا دورة مصغرة ونشوفوا فيها شنو هي الدورة وداش فسر لي شنو هي الدورة. انت ما هو خاطر فما ترتيب في معناتها في سرد الاحداث اللي صارت فما وقايع مش حكايه نعطي في رايي فهمتني دونك كنت نجم تخليني نعطيك رايي نعطيك اما لازم تخليني نسرد لك الوقايع خاطر ما نجمش نحكي على حاجات من غير ما نفسر لك شنو صار. معناتها انا وصلنا لحكايه ايام قرطاج وشنو الدورة وعطينا التوصيات في الهيئه دونك يعطينا التوصيات لو 15 مارس قلنا مدير فني وينسق مع المدير العام ويعملوا هالبيدجي ومن بعد فما تروك بانين كل واحد يعرف روحه شنو باش يعمل باش ما يصيرش التداول. هذايا هزيناه لوزاره الثقافه قالت يعطيكم الصحه ومن بعد قال طيب برا نعملوا يوم استشاري منا احنا نقدموا فيه شو عملنا في السيد السيد هذاك ومنا نحكوا فيه التوصيات وعملت مذكره لها 27 مارس وقالت تو فا بيان تو دانكو نحن في قررنا انه اليوم هذا باش يكون 3 ابريل 3 ابريل نهار لحد نهار الاثنين ثلاثة ابريل نهار لحد 2 ابريل سيد المدير العام تاع المركز نهار لحد يبعث لنا البرنامج مبدل ويقول راهو اختصاص حصري لوزاره الثقافه ان هي تقرر شنو باش يصير في ايام قرطاج بيان سور كل شيء اختصاص حصري للوزاره هو عنده سلطه الترتيبات نحن استشاري بار كونتر كي نحن صدرنا لك راي حطينا لك في البرنامج شنو نعمل الدوله نقولوا التوصيات نتاعنا ونتناقشوا فيها مع الببليك وتجي الوزيره كان باش تعلن عودة الأيام تعلن كان مش باش تعلن هكا تدبر راسها يا حرة شنو أنت تحب تعلن الأيام من غير ما نقولوا احنا التوصيات خاطر باش تقول رأي مخالف دوك أنا كي طلبتها بالأحد قلت لها يا مدام ما يجيش السيد هذا تو يتدخل في الخدمة تو عودوا كيف كيف شو معناتها يبدل هو معناتها الكونتكتور تاع البرنامج مش عيب مش هذا التدخل في الواحد عاد كي أنت ما عندكش باش تحكي على جلسات أنت ما نجمش تقول فيهم أنت كاتبة مذكرة مصحح عليها قولي ليه انا بدلت رايي انا باش نعمل جورني اخرى سبيسيال جسي هي وقتاش مدام تو احنا ما طلبت مني وحكينا مع بعضنا وشاورنا الناس خاطر احنا مانيش السبعه من الناس هذوكم اللي يتكلموا مع بعض لازمنا نحكيو مع الناس نو سون دي زانترميديير مانيش موجودين بصفه نقابيه دونك مانيش منتخبين دونك انا نرجع نشاور العباد ونقول لهم ها واش قال ها واش قلنا ها واش فهمنا ها واش نمش نعملوا ونرجع نيغوسيو اذا كان معناتها اذا كان انت باش تراجع انت لازم ما تجيش تحكي على شو مش تقول واحنا ما نعرفوش قد تجي تعلن حاجه احنا مش موافقين عليها علاش تبالغ فينا قولوا على روحك في وقت اخر مش تجي في اليوم الدراسي تعطي كلمه على رجوع ايام قرطاج واحنا ما نعرفوش انت شنو بالضبط شنو مش رجوع ايام قرطاج ما هو قصد ما هو قصد ايام قرطاج هي طلعت عند زميلتك نصاف الحياوي وقتها في شهر نوفمبر وقالت هو باش نبصوا باش نرجعوا بينا قال شنو قالت السيد الرئيس تاع الشهر وانا خويا باش نرجع وهي فكره نتاع زميل لينا سي ابراهيم الطيف تكلم في راديو جوهر الفيلم
ليلة اللي اختتم المهرجان وكان عنده خلاف مع المدير السابق، قال نرجع كل عامين. مشيت الوزيرة قالت نرجع كل عامين. طوع ليش صار هالجدال هذا؟ احنا صدرنا توصيات دونك ما فماش إلزامية عليك انك ترجع ايام قرقر. كان مش ترجع ايام ما نجبركش تستجيب لطلباتنا. انا حلمنا شنو نستعمل مش تجي في جورنية تابعتنا نحن تابع الهيئة الاستشارية اللي باش تعلم فيها شنو الاكتيفيتي ونكون احنا مبرمجين باش نقولوا توصياتنا بيبليكمون. تجي انت تحجمنا تقول ما تقولوش ومن بعد تجي تقول لي ايش تحب. نقدموا شوية سمحة نقدموا شوية نوصلوا لل ايوه دونك هذا وصلنا الساعة الخلاف اللي بيه فايدة توا نختصر شوية خاطر طولنا ساعة على ساعة تقريبا. احنا هنا وصلنا للمشكل اللي فيه بس اعطيني واحد اثنين ثلاثة شنو المشاكل الرئيسية والأساسية بالضبط وين معناها وين فما ان بلوكاج. ما البلوكاج انا قلت لك الوزيرة حبت تجي تقول شنو تحب هي غير ما تعلم تقول شنو اكثر من بعد اللي صار من بعد كي وفات الجورنيه هذيك. انا حبيت نعلم الناس على التوصيات ما هو انا لازم نعلم الناس كتبت قلت لهم التوصيات. هو علمتوا عليهم في الايام في اليوم الدراسي ما علمتوش ما خدوش الكلمه ما تكلمتوش في اليوم الدراسي. انا قلت الكلمه خدني ما دوش عمل خرجت بيان. لا ما خرجش بيان. كيفاش علمت على التوصيات نتاعك؟ كتبت انا قلت راهو انا هاو التوصيات اللي خذيناهم في محضر 15 كتبت شمع عليها كتبت خرجت بيان ما خرجش بيان كتبت ستاتيو بوست وبعثت للناس ميسانجر وواتساب هام التوصيات اللي ما نجمناش نقولوهم لكم في نهار 3 ابريل. الوزيره تغشت قالت لي ما يجيش كيفاش توا هذايا اللي التهمه اللي تواجهت لك انك خرجت واجب التحفظ يعني انا من واجبي نعلم الناس خاطر لنا لجنه استشاريه بالمانيين والمدافعين. هي وجهه نظر في نهايه الامر. مش وجهه نظر ما فما اسس قانونيه كي عندك مقرر مكتوب فيه ممنوع تتناقش مع الناس وقت تجي تقول لك الكلمه هذه. عندك وجهه نظر معناها بدل ما فماش قانون مكتوب ما فماش نوار سو بلون يمنع من انا من كيفاش نجم معناتها نقرر بس بناء على حاجه اخرى على الاختيار نتاعك انت هذايا فضل زي حاجه اخرى اي دونك انا زاد قدمت عندي تصور نتاعي انا دونك لو 15 مارس عملنا هذا التوصيل. وانت مش وحدك في اللجنه باش نبعدوا عليك شويه الكاميرات سمح لي خاطر كل مره قاعد تقرب وجهك مش قاعد يبان. دونك قلنا التوصيات هذوكم اللي ما حبوناش نقولوهم ومن بعد اي فوالا دونك انا زاد عندي تصور نتاعك واش رايك قدمته للوزير تصور كامل معك نجم تقبلو نجم ما تقبلوش. كي شفت انه الحكايه ما عادش فما جورني باش نحكيو فيها حطيتو على الفيسبوك وبعثته للصحفيين وبعثته للناس. هذا التصور نتاعك من حقك انك تمشي من حقك انك تمشي سيتي مونتج مكتوب بسيط فكرتك ابخي توي فكرتك دونك خذوا بعض الصحفيين وتناقلوه في الجرائد. نهار الخميس سوتو 6 ابريل جات الوزيرة قالت شنو هذا خير ما تستناش انت حتى تجي اليوم الاستشاري نتناقشوا فيه. قلت لها مدام انا سي محمد علي انا تقلقت شويه خاطر الحوار نتاعنا ولا الكل حديث على الوزيره مش هذا الهدف نتاعي بالكل ما يهمنيش نحكي يسرع على الوزيره انا جايه نحكي على مؤسسات على مؤسسات وعلى يعني مشاريع نتاع الدوله وعلى مشروع اصلاحي. انا ما عنديش مسؤوليه في الدوله اي متفاهمين نحكي لك على رؤيتي انا كيفاش بطبيعه الحال ما عرفش علاش كثر ياسر الحديث على وزير الثقافه مش هذا هو الموضوع ما يهمنيش بالكل اللي نحكي عليه الحقيقه. انا يهمني اون توكا انا كيفاش ناسس لجنه اي نحكيو على الهيئه اي نحكيو كيفاش هيئه نتاع الاداره نحكيو على الهيئه اللي فهمتو انا انه فما ممارسه غير ديمقراطيه في وسط الهيئه المشتركه اللي هي لا فما ممارسه غير اخلاقيه هي مش ديمقراطيه ما عندهاش علاقه بالديمقراطيه عندها علاقه بالليتيك اخلاقيا قبل انت ما تجي تقول لي حاجه نتفقوا اليوم على حاجه جيتي من بعد نبدلها واحد كيما نريد توا احنا نتقابلوا احنا متقابلين نحكيوا على موضوع انا وياك نتخالفوا في حاجه انت تواجهني اما انت كي تتخبى تقول لي مشكله واضح فوالا لو كنت نجي تعمل اجتماع فهمت لحد الان شو هو اللي ما مشيش انا حبيت نقول لك راه صار اجتماع عيطوا لهم شفت الحكايه تاع نهار الخميس كي قلت لها كيفاش وحط التعبير وكذا دونك عملت اجتماع من غيري انا غيبوني انا وقعدوا يحكيوا عليا برشا وانا مش موجود ومن بعد عملوا حكايه الجسية هذيك اللي فيها ثلاث مرات اربع مرات يتبدل البيان خاطر فماش تصور واضح للوزيره حبت تاكل لها حبت كلمتها هي تمشي تقول له ما انت عندك ديجا تصور توصيات من الهيئه عندك تصورات تاع اهل القطاع الكاميرا سي محمد رجل تاع سينما تاع صوره به في نهايه الامر اتفقوا انهم خرجوك من الهيئه هما شكون شكون فيها الهيئه بخلافك انت ممثل فيها سي ان سي اي ممثل فيها الاداره العامه فيها ثلاثه منجين اي زملاء معنا
فما مخرج الضفه اللي هو سي عبد اللطيف للاعمال. مش تم تعويضه بمخرج اخر؟ تم تعويضه نهار 3 افريل بسي محمد نعم. سي محمد نعم. اللي هو كيتحل صح مشان نخرج. فهمت؟ دونك المشكله توا اسكو الفكره مش انا خرجت ولا قعدت واسكو هما عندهم الحق يصحوا باش يخرجوني. الفكره انه اسكو الهيئه مازالت عندها سونس ولا حتى اذا كان وزيره تتدخل وتقول لي هم توصيات ما تقولهمش. جون فوا با علاش الهيئه؟ انا الهيئه كانت فما اهداف فما فلسفه فما نجاح عمل وصلنا عملنا بها مشروع تاع قانون كان لعبت السنه فيها عندها برشا والناس عجبها القانون هذا وعملت فيه انا بيدي شنو حبيت عندي مده وانا ناظر باش نعملو. والتوصيات ما عطيناش فيهم رؤى شخصيه قلنا هاكا باش نعملو باش الامور ما عادش تصير مشاكل على الاقل على مستوى التنظيم والحوكمه وكذا. من بعد انا نخرج نعطي مقترح نتاعي بوبليكمون والوزيره حست اللي انا حرجت خاطرنا عندي تصور وهي مازالت ما عندهاش تصور اما تحب السيف تعمل دوره مصغره باش ما تحبش السيد المدير العام. خاطر السيد المدير العام خايف من الفشل من الريسك تاع الفشل. دونك في نهايه الامر انت تظلك شخصنت برشا التمشي هي بشخص من بدا انت بدات مش مطلع على انا مانيش مطلع على تفاصيل كل انا ما خدمتش معاكم من داخل لا لا تحب تشوف تقرا الجرايد شنو كاتبوا تتفرج شويه على الحاجات وشوف كيفاش يكتبوا وبعد يفسخوا الحاجات. قريت شنو نجم تنقل سي فيش زاد ايتيكمون يجب يعملوا ورقه هكا وبعد الامر انه فما برشا خلافات وانقسامات وفما كيما قلت فما مش مدام الخلافات مادام فما فما اختلاف في الراي ضدي انا اوب تخرج فما هيمنه نتاع المدير علاش خاطر الهيئه المديره تاع المهرجان وشكون هي الهيئه الاستشاريه؟ دونك في نهايه الامر فما احتمال ان تصير دوره كما قلت مصغره ايام قداش شنو اي شيء في الافلام تنسي وهذا في تشويه ليروح الايام واللي فاتت الايام هذا اللي دفعت عليه انا مدام قلت راه ماهوش هكا ايام قداش شنو اي فول لو دير معناتها طول الموند يقول حتى الحكايه ما تمشيش كان سينمائيين الكل لا لا الحكايه ما تمشيش سينمائيين لا ما تصورش ديجا فما ناس اللي هما في الهيئه اللي هما خداو القرار عطاو ليجيتيميتي للوزيره وراو للناس والاوبنيون بوبليك انه الوزيره شاورت الناس كي تقعد سته من الناس على طاوله ما تسماش شاورت القطاع خاطر هذوك اللي سون ديزانترميديير اللي هما يوصلوا المعلومه كيما انا عملت خدمت في هذه للناس ويتشاور معاهم ويبعثوا لهم مساجات كيما انا ويستناو الراي تاع الاخبار. قمت بواجبك وخرجت الموضوع هذا من الغرفه مغلقه من المكتب مغلق الى العلن باش يولي هو موضوع نتاع جدال ونتاع نقاش وما نتصورش كان اهل السينما اليوم مش يقعدوا بربعين يديهم وساكتين القطاع يهمهم ايام قطاج سينمائيه اكيد. لا لكن فماش كان ناس تبحث على مصالح الضيفه فما ناس اليوم محترمه نفسها القطاع بالجمال والسينمائيين الهواة والناس اللي تحب السينما ماهوش باش لا لا هي الناس تتكلم حتى مش في اطار المساندة ولا التضامن معايا خاطر فما امور ايام قرطاج ما لازمش نشوهها خاطر الوزير قرر باش هو يبدل ويعمل ويحط ايام قرطاج السينمائيه هي واحد من اهم المكاسب الثقافيه في البلاد التونسيه ولي تراديسيون وما نتصورش كان اهل القطاع باش يقولوا اذا كان فما نيه او حتى اختيارات خاطئه نجم تساهم في تشويه ما نتصورش كان الناس باش تقعد ساكته ما نتصورش كان باش يخلي مؤسستهم تمشي هكاكا معناتها تشوف في الدم مو في الدم ما نعرفش هيك هو السلطه في السلطه دونك سيدي نجم هو يدخل ويقفل على بث لانه يهتم. سمعت سي محمد علي خلينا نتفقوا في حاجه رئيس الجمهوريه ما عنده حتى دخل ايام قطاج السينمائيه اهتموا بايام قطاج السينمائيه ما عنده حتى دخل كيفاش يستقبل ايام قطاج السينمائيه هي مسؤوليتكم انتم اهل القطاع والسينمائيين انتم تدافعوا عليه أنا دفعت عليها خلاص برا هي ما مش قرارات من عادي مش يخدم رئيس الجمهورية لا ما دام سمعني رئيس الجمهورية هي تسبلت به مش قالت ردوا بينا وهذا خطأ هي دونك تسبلت به لازم سيد رئيس الجمهورية يتدخل ويقول لها كيفاش هذا خطأ ما لازمش نساهموا في مزيد إيغال الخطأ شوف شوف مدام أيام قطاج السينمائية ما عندها حتى على رئيس الجمهورية أيام قطاج مازالش مهرجانات زاد ومؤسسات ثقافية في البلاد باش يدخلوا فيهم قرار سياسي أيام قطاج السينمائية عندها دور مهم برشا في الترويج لصوت تونس هذه الأولى. اثنين في الترويج للسينما التونسية خاطر أيام المهرجان نحن نستغلوها باش نتعرفوا على العباد ونروجوا الأفلام تاعنا والفيلم يدور برا والناس تعرف تونس ونعرفوا بوجهتنا دونك تونس تستفيد برشا من أيام قطاع السينما دونك أنا رأيي الحكاية عندها علاقة بالسيادة زادة تاع البلاد. أنا ما تتسيسش أيام قطاع السينما. لا هي تسيسش مدام إذا كان يوصلوا زيد باش يبدل طبيعة المهرجان. نعاود نقول لك اللي هذا خطا واحنا ما يلزمناش طب انت كصحفيه ما يلزمناش نشرعوا يتبدل ثلاثه مرات ما يلزمناش نشرعوا هل من المعقول نحكيو على استشاره باش نعملوها مع الناس قوم بواجبي انا كاعلام نقوم بواجبي النقدي وانتم كسينمائيين دافعوا على انا دفعت يا مدام اما انتم لازمكم تعاونوا
ولازم زاد السلطه تجي تشوف حل مع وزراء اليوم يعني نحل منبر اليوم للموضوع هذا ماهوش قيام واجبي مش قاعده نعاود لا ما قلتلكش هكا انا قلتلك يعني لازم نفرقوا بين فكره انه احنا نناضلوا من احنا عندنا سلطه القرار قلت لك مثل على حاجه معينه انه تجي تقول انا عندي الاجتماعيه وعملت استشاره وانت ما عملتهاش كان عندك امكانيه تشاور الناس في قطاع الشارع ما شاورتهمش حبيت تعمل اليوم انت ماكش وحدك نتصور في المجال معناها في المجال في على الاقل فكره انه ايام قرطاج ما تتشاورش ما يلزمهاش تتشاور مش من حق اي كان انا فاهمك مدام انا فاهمك نعرف انت تحب ايام قرطاج السينمائي اما حبيت نوصل لك انه ما عندناش سلطه نحن وحدنا انه نبدلوا القرار مدام المشكله انه ما عندوش استقلاليه المهرجان كما انت متصور الدوله اديت لك الكلمه الدوله تستثمر فلوس دونك تحكم فيه لون في الاستقلاليه الفنيه اللي ضربنا عليها بالبوني نحن في التوصيات ضربت بهم عرض الحائط دونك شو نعمل في خلاصه الحوار تاعنا شو الحل حسب رايك؟ انا الحل الراه انه احنا نشدوا صحيح في الاطار كما جيت بحالك اليوم ونتكلموا عن الموضوع ونحاولوا ناثروا على الراي العام ولكن زاد السلطه السياسيه لازم تتدخل لانه الوزير هو سام بوليتيك يحط الرئيس لازم الرئيس يسال ويقول ايش قاعد تعمل لانه المهرجان هذا كما قلت انت عنده تاريخ وعنده مكانه عنده فلسفته في انت اليوم تضربه انت تضربه اليوم باختيار سيء من لون لاداره الدوره اللي فاتت ومن بعد تختار طريقه معينه باش تضربه اعلاميا وحتى في قيمته وفي تاريخه هرجوه كل عامين وما تفسرش علاش وما تشاور حد ومن بعد تجي اليوم تحب ترجعه وترجعه بطريقتك وما تفسرش علاش انت ما لفت نحيته بعد او ترجعته بلوس هالكومنيكي اللي تبدل برشا مرات وما تلقى واحد كيف لينا يجي يقول لك راه نقول له يا سيدي الوزير لازم نقول له التوصيات يقول لك اي ومن بعد نجي تو دانكو اللي تسللت ناحيه التوصيات على خاطر هي تعرف لازم تباغت الجمهور الحاضر في قاعده الشارع وتحب تقول كلمه وتعلن باش العباد تقول تصفى خلينا رجعنا ايام قاعده الشارع. على كل حال الحديث بقي هو على كل حال سي محمد علي بن حمرة نذكر اللي انت منتج سينمائي وانت كنت من بين الاعضاء المؤسسين لهالهيئه المشتركه لإصلاح القطاع السينمائي كلمة كبيرة مع إصلاح القطاع السينمائي قعدنا كنا أكثر على سينسي وعلى أيام قرطاج السينمائية طبعاً ما يلزمش تكون أيام قرطاج سينمائية ولا أي مؤسسة ثقافية أخرى هي مكتسب من مكسب من مكتسبات الدولة الحديثة التونسية في مهب الريح أمام قرارات اعتباطية ما فيهاش رؤية وما فيهاش استراتيجية على كل حال شكراً لك سي محمد علي بشي حكيت الوقائع سرت الوقائع كما انت عشتهم من وجهه النظر نتاعك قلت على الافكار نتاعك وعلى وجهه النظر نتاعك ولو انه كان فما احيانا شويه تشويش معناتها انا ما فهمتش كل شيء بالبدايه خاطر مشينا دون اوني بارتي دون تو لي سونس اللي نحب نقوله في الختام انه المجال مفتوح اي حد يحب يرجع على الموضوع هذا يحب يتكلم يحب يزيد يوضح واذا كان فما حد اللي حس روحه تجبد ما نحكيش على الوزيره نحكي بشكل عام وعنده رغبه في حق الرد المجال مفتوح الخميس الجاي نجم نعطي حق الرد شكون يحب يجي يطرح وجهه نظر اخرى ربما من زاويه اخرى مش بالضروره تكون ياسم متناغمه مع اللي انت كنت تقول فيه سي محمد علي شكرا شكرا لك نتمنى لكم شهيه طيبه ونتقابل معكم نهار الخميس الجاي سلامه